في بطل أولمبي هو كمان أعلن اعتزاله، وهنا بتكلم طبعا عن محمد إيهاب اللي ما كانش مجرد بطل في رفع الأثقال وبس، لأ كمان كان بطل على كل المستويات، كان برضو نفس الشخصية أو نفس الأداء اللي هو بني آدم بجد عنده طول الوقت أمل وحماس وطموح جدا جدا جدا. يمكن إيهاب محمد إيهاب أعلن اعتزاله لأنه الوزن اللي هو تقريبا 81 كيلو جرام مش هيكون موجود في أولمبياد باريس 2024، فعلشان كده هو أعلن اعتزاله، يعني هو ملوش مكان في باريس 2024 وللأسف ما حلفوش الحظ إنه يكون موجود في طوكيو 2021. ده برضو البوست بتاع محمد إيهاب. الظروف كانت دايما أغلب الوقت ضد محمد إيهاب، لكن دايما كان عنده نوع من التحدي والإرادة، واللي هو يعني أنا بجد كنت بحب أتفرج على بوستاته لأنه طول الوقت بتحس أنه هو بيديك طاقة إيجابية، بتحس أنه إحنا كل واحد فينا بيحصل له مشكلة قد كده، يعني مش اللي هو بيتحرم من أولمبياد ولا بيتحرم من حاجة بالعظمة دي، بيقعد يقول يعني والله يعني استغفر الله العظيم، بتلاقي ناس تقعد تقول لك اشمعنى انا يا رب والنبي، طب يعني ليه انا اخطأ، يعني طول الوقت بنبقى ساعات عندنا مشكله كده في ان احنا ما عندناش صبر على البلاء او ما عندناش صبر على الابتلاء، وطول الوقت بنبقى اشمعنى انا، يعني طول الوقت بنبقى زعلانين من اقل حاجه، من مشكله ممكن تبقى صغيره قوي قوي، يعني ممكن واحد يقوم من النوم الصبح يلاقي المايه قطعه يقول اشمعنى انا يا رب المايه عندي قطعه، بجد يعني في ناس بجد ما عندهاش صبر ابدا على الابتلاء. تخيل ده واحد اتحرم من اولمبياد اللي هي اعظم حاجه على الاطلاق انه يكون موجود في اولمبياد، وهو ما كانش ليه ذنب مثلا، لكن كان طول الوقت بينشر طاقة إيجابية وبيتكلم بإيجابية جدا وبيقول إنه مش مشكلة أنا عندي تارجت تاني، أنا مستني باريس 2024، ولما الوزن بتاعه ما كانش موجود في باريس 20 مش هيكون موجود في باريس 2024، فخلاص قال لك مش مشكلة يعني، ودخل في مجال تاني على طول، المشروع القومي طبعا أو المشروع البطل الأولمبي للمواهب طبعا. يعني كل ده الناس دايما بتجدد طموحاتها، والناس دايما بيكون عندها إيجابية بشكل كبير جدا جدا، فطبعا برضو بنتمنى له كل التوفيق في كل ما هو مقبل. محمد إيهاب ناس واحد من الناس اللي بجد رفعوا اسم مصر في كل المحافل القارية والدولية والأولمبية، يعني بجد واحد من الناس اللي بجد على مستوى الرياضة المصرية احنا بنفتخر بيه، شابوه ليه بجد، وبنشكره على مسيرته اللي كانت حافلة بالإنجازات، وزي ما بقول رفع فيها اسم مصر في العالي كتير جدا جدا، وبتمنى له كل التوفيق في كل ما هو مقبل. مش عارفه ليه النهارده الدنيا مليانه اعتزالات كده، وناس بجد مؤثرين جدا، وناس غاليين على قلوبنا جدا، وناس فادوا الرياضه المصريه بشكل كبير جدا جدا، ولكن ده حال الرياضه ودي حال الدنيا، ان احنا لازم بنخلص مرحله علشان ندخل في مرحله جديده بالتأكيد.